ورا بعض واقفين بالألوف عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب طبيعي سنة الحياة ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى واحد رجع والتاني تاه ويا اللي تاه. شوف مين تفرق ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم صح وغلط باطل بحق بيتصدم. امال يعني هتدور عليه وبعدين تلاقيه تطبطب عليه وتاخده في حضنك؟ انتوا فاكرين واحد زي غنيم ده مجرد ما يحس ان احنا اتهزينا او كلامه مشي علينا هيسيبنا في حالنا؟ يبقى لازم نحط عينينا في وسط راسنا يا فتحي. بس انتوا طلعتوا ناس زباله ناس واطيه وافتكرتوا ان كل الطير اللي اتاكل لحمه. بلاش شغل المباحث بتاعك ده يا حضره الضابط. سما انا عمري ما نسيت يا شكري ومش هنسى. خلاص يبقى لازم نرجع ايام زمان ونبص لمصلحتنا. حاضر يا اكرم هسكت. هو ده اللي انت فالح فيه الشخط والنطر. وانا اللي قلت اني هنضف على ايديك. عمرك ما هتتنجر ابدا وتنسى اصلك. ادي النيله السودا. انت مش متخيل لو عامر عارف ان انا بكلمك ولا بديلك اي اخبار بجد هتبقى مصيبه. ما تتهدي بقى وتخرسي. ارحميني يا شيخه من موال الهري بتاع كل يوم ده. جرالك يا رانيا اول مره اشوفك مروشه خايفه بالشكل ده. الواد ده خضار ونوع الشر. لازم تصطاده قبل ما يصطادك. ما تقلقش يا سراك انا عينيا مش هتغفل لغايه ما اجيب الكلب ده تحت رجلي. طالما فتحي حاطه غنيم في دماغه يبقى الله يرحمه.
اجيب لك شويه قمر دين؟ غرف 60 داهيه، الهي يبتليك بمصيبه سودا انت واخوك في ساعه واحده. يلا مدوا ايديك حاجه خفيفه كده على قد ما عرفت. تسلم ايدك يا عم اكرم. الف هنا. اسحب كرسي وتعالى كل لك لقمه معانا. لا انا هطير بقى، الفجر قرب يطلع ومرفت في البيت لوحديها وانت عارف زنها يا فتحي. هبقى اشقر عليكم من وقت للتاني. سلام اكرم. خد تعال. ايه؟ خلي الحته دي معاك. ليه؟ احنا عمرنا مش هنسلاح غير واحنا طالعين عمليه. معلش بقى الظروف حكمت، خلي معاك للطوارئ. وبعدين عايزك اليومين دول تكن شويه في بيتك، تقعد مع مراتك وتبطل صرمحه. محدش عارف الواد غنيم ده ممكن يعمل ايه. فلو حسيت باي خطر او اي حد قطرك تكلمني على طول، انت فاهم؟ فاهم يا فتحي. خلي بالك من نفسك. ها؟ طمن. اخوك شاي. سلامتك يا طب. يلا سلام. سعين اخوه اكرم ما مشيت وراه من غير ما يحس بينا. بقول لك يا فتحي، انا مش مرتاح ان تدي اكرم سلاح، وانت اكتر واحد عارف النهوك وممكن يتهور. حاجة دافع بيها عن نفسه. الظروف حكمت، مفيش في ايدينا حاجة غير كده. بس ان شاء الله الوضع مش هيستمر كتير كده، ولازم نعمل اللي سراج قال عليه. لازم نخلص من الوضع غنيم عشان يرتاح ويريحنا. لا استناني بقى فتحي، يعني ايه نخلص من غنيم؟ ايه يا فتحي ما تتكلم في ايه؟ ايه اللي حصل بينكم من سراج؟ هقول لك يا درب، انا وسراج اتفقنا ان احنا نخلص على غنيم عشان البوليس عرفوا. لو البوليس وصل له احنا كمان هنتكشف. الحكايه كده اتكعبلت على اخر وكلنا بقينا في خطر. احنا طول عمرنا في خطر يا درب. ما اللي انت فاكر ايه؟ احنا شغالين سفرة للنوايا الحسنة؟ مالك؟ ما انت عارف طريقنا واخرته. قصدك ايه يا فتحي؟ قصدي ان طريقنا ده اخره حاجة من حاجتين، رصاصة في الدماغ وصورة في الجورنال مكتوب تحتها مصرع مجرم خطير او حبل المشنقة ورتبة للظابط اللي هيوصلنا ليها. اول مرة يا فتحي اشوفك بتتكلم بالطريقة دي. أمال فين يا أخي كلامك عن الفلوس والعز والمستقبل، وإن اللي معاه فلوس محدش يقدر يمسه أبدا؟ فين الكلام ده يا فتحي؟ وأنت هترمى بعد العشرة دي كلها صدقت كلامي؟ أنا مش فارق معايا حاجة يا فتحي، وعمري ما أخسر أكتر من اللي أنا خسرته. حتى الرصاصة اللي انت بتقول عليها دي ولا حبل المشنقة، يمكن يكونوا دول واحد في الظروف زي اللي انا فيها. بس المشكلة مش فيها خالص، المشكلة فيك انت وفي اخوك. لسه المستقبل قدامكم، حتى الدنيا لسه عايزة تديكوا فاتحة ايديها ليكوا. وبعدين يا اخي انت برضه عملت لك قرشين كويسين ونايم على خميره حلوه. خلصنا بقى يا فتحي، خلينا نبعد عن ام الطريق ده، خلينا نعيش مرتاحين شويه يا اخي. كفايه يا فتحي. عايز تقول لي اعتزل؟ بس صدقني ماتش الاعتزال اللي زيي صعب قوي، لأن نهار ما هلعب ومش هلعب مع أي حد،
هلعبه مع الدنيا، وهيبقى أنا يا الدنيا، والدنيا صعبة حد يغلبها. العب العب يا دربو، وخلينا مصدقين الكذبة اللي احنا قلناها، إن العز والقوة والفلوس هما اللي حامينا، واحنا قاعدين هنا ومستخبيين وخايفين حد يعرف مكاننا ويكشف سرنا. يا فتحي، ده انت معبي قوي يا اخويا. لا بالعكس، انا مستمتع قوي طالما فتحي زدان قرر انه يعيش ويستمتع، يبقى هيعمل كده غصب عن عين التخين وخوفي من اللي جاي. انا حولته المتعة، ونهار ما خلص على الكلب اللي اسمه نيم هقتله وانا مستمتع. شفت جبروت اكتر من كده؟ اكتر حاجتين بكرههم أكتر حاجتين بستمتع بيهم الخوف والدم. نوغة بقى ساكن هنا، واكيد الموزه مستنيه فوق. ولسه في موزه كمان؟ الحكايه حلوت قوي، ولسه هتحلو كمان وكمان لما نفذ الترتيب اللي في دماغي. تشتغل معانا وتاكل بدل العيش بقلاوة، يبقى تنفذ الكلام اللي هيتقالك عليه. علم وينفذ عملنا. البوليس عارف طريق، يعني معناها ان احنا كلنا ممكن نروح في داهيه. علشان كده يا فتحي لازم توصل لغنيم قبل البوليس تخلص منه. انت يعني ما قلتليش ايه موضوع البنت الحلوه اللي احنا بنناها في الكافيتيريا دي؟ طب لو قلت لك ان انا عايز اقرب منك وعايز اعرف عنك كل حاجة، والقرار في الاخر يكون عندنا، يا اما انفد بجلدي واهرب من الخطر، يا اما اكمل واجربك منه. صور بقى. انت السبب. ما انا مش عارف كان عقلي فين عشان يطوقني وهم اللي مشغلوا معانا. انا هقدر حالتك وهمشي دلوقتي قبل ما تضطريني ازعل منك، ولو الحالة اللي انت فيها دي طولت حبتين انت عارف مكاني فين. يعني لو حبيت انك تفضفض شوية. يكون في علمك يا سراك ان غنيم مش هيعدي من تحت درسي وهفرمه. في ايه يا فتحي؟ دربو، ايه اللي صحك بدري؟ ارجع
بيتي بقى فتحي. انت مستعجل عليا يا ترب؟ يا اخي مش احنا اتفقنا ان انت تقعد عندي شويه لغايه ما تبقى احسن؟ وبعدين على الاقل اقعد شويه لغايه ما نخلص من الواد غنيم ده ونرتاح منه. انا بيت كويس خلاص يا فتحي اطمن. بس اخي انا هتكلم اللي اسمه غنيم ده خلاص ولا يهمك منه. ما اعتقدش انه هيعمل حاجه تاني. لانه ببساطه خلاص وصل رسالته. بعدين متهيألي يعني لو كان عايز يقتلني كان خلص عليا في ساعتها. عشان خاطر يا فتحي انت عارف انا ما برتاحش الا في بيتي. انا مش فاهم ايه حكايه ما برتاحش الا في بيتي دي؟ يا سيدي لو على شويه الصور اللي عندك على الحيطان اجيبهم لك هنا اغرق لك بيهم البيت. جرايه يا فتحي في ايه؟ هو انت يعني عشان عارف اللي فيها هتفضل كل شويه تعايرني وتشتغلني وتقلب عليا المواجع؟ وبعدين ايه المشكله يعني يا اخي ما اتعلق بحب الصور وحب الذكريات؟ ايه المشكله يعني؟ دور بقى عليك انت اللي طول عمرك عايش براوي وهتموت وحداني يا فتحي. طب يا عم ما تقعد مع الوحداني في الايام الملل دي اللي فيها شغل وانا مشغله. اهو على الاقل نونس بعض. لا والنبي يا فتحي شوف لك حد غيري يونسك. انا بصراحه عايز اروح. يلا فتحي وصلني بقى. في الحقيقه انا عرفت ان شكري الباشا في الكام سنه اللي عاشهم بره قدر يعمل قرشين كويسين ووكل محامي كبير هنا في مصر يتفاوض له مع البنوك والديانه ويحلوا له مشاكله. فقدر يوصل لجدوله الديون مع البنوك، دفع جزء وجدول الباقي، وطبعا البنوك اتنزلت على القضايا اللي عليه، وبالتالي اتشال اسمه على القوائم ترقب الوصول. بس اللي اعرفه انه ما كانش مديون للبنوك وبس، ده كان عليه شيكات بدون رصيد لتجار كتير قوي في السوق. ده هي يا ريس، بس هو المحامي قدر يتفق مع التجار يدفع لهم جزء ويجدول الباقي بشيكات وعدهم انها تدفع على طول. بس انا معلوماتي بتقول ان هو راجع مفلس معهوش حاجه، يعني دفع جزء يا دوبك للبنوك وجزء للتجار والباقي هيدفعه منين الله اعلم. عشان كده راجع زي الكلب المسعور. قال ايه عايز ياخد حقه مني انا؟ الحيوان نسي ان انا اللي شغلته عملته بني ادم بعد ما كان شحات. وحضرتك عمر بيه رجعته شحات تاني؟ واضح ان انا اللي عملته زمان ما كانش كفايه يا شوقي. حضرتك بتفكر في حاجه معينه؟ اسمع يا شوقي، انا عايزك تشتري كل الشيكات اللي مديون بيها شكر الباشا ده للتجار في السوق. تشتريهم تجيبهم لي على هنا. عايز ده يتم باقصى سرعه وفي سريه تامه. واذا كان هو عارف يهرب قبل كده فانا مش عايز اي حد يحس بحاجه، ومش عايزه هو كمان يحس الا وهو مرمي في السجن. يا فتحي انت ما اتكلمتش ولا كلمه طول ما احنا جايين. في حاجه مضايقك؟ مخنوق يا تربو، مخنوق قوي ومش عارف انام. هل انت بتعمل ايه لما الدنيا بتبقى مقفله في وشك؟ هكون بعمل ايه يعني؟ باخد لي برشام ولا سنه افيون او اي حاجه تفضي دماغي من اللي فيها. لما تميل عليا اديني اي حاجه عشان خاطر افضي دماغي. لا يا فتحي الا انت،
ابعد انت عن السكه دي خالص وانسى الكلام اللي انا قلته. انت لا بتعقى في يوم ولا بالشام. انت لسه بصلبك يا فتحي، لسه بحيلك. فهمنا يا فتحي؟ طب دبرني يا وزير، اعمل ايه؟ لازم تستحمل شويه يا فتحي. اجمد كده لحد ما الايام السودة تتعدي. مش عارف اقول لك ايه بالظبط، بس ممكن يعني تروح المكان بتاعك اضرب لك كاسين بيره مع حبه مزه، شوف حريم حلوه، هي دي الوشوش يعني يا فتحي اللي تقعد معاه، اللي تاخد وتدي معاه في الكلام. مش تيجي تقعد مع واحد زي حالته بالبلا وبيعرج. عيش حياتك يا فتحي. هي البت اللي انا شفتها معاك في الكافيتيريا دي، اخبارها ايه؟ لسه بتشوفها؟ لا 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 لا، انا يعني ما بشوفهاش كتير لان انا بحاول ابعدها عن طريقي خالص. ليه بس يا فقري؟ ما تعيش حياتك يا اخي. انت عارف اللي فيها يا تربو، احنا ماشيين في سكه اللي يروح ما يرجعش، وهي غلبانه. كارما طيبه وتعبت في حياتها قوي، وانا بصراحه مش عايز اشيلها همي. هي اسمها كارما؟ مين اللي قالك اسمها؟ مين قال لي؟ كرماتك يا ست كارما. بس البت حلوه صح؟ هي ايه يا تربو اللي انت بتقوله ده؟ واحنا في ايه ولا انت في ايه؟ هي حلوه، حلوه قوي يعني. هي جميله جدا وعينيها طيبه كده، فيها براءه تشدك ناحيتها، وهي في حاجات حلوه كتير بصراحه. طب يا فقري في ايه؟ ما تخش واد بقلب جامد كده، عيش حياتك بقى يا فتحي، عايز افرح بيك يا اخي. لا يا تربو، لا مش عايز اخدها معايا في سكتي واضيعها. ليه بس كده يا فتحي؟ ليه دايما بتقدر البلا قبل وقوعها يا اخي؟ وبعدين مش يمكن هي اللي تجرك لسكتها الطيبه. بقول لك يا فتحي، انت عمرك سألت نفسك انا ليه بحبك قوي كده؟ ليه؟ عشان انت راجل وصاحب صاحبك وشهم بجد يا فتحي. بحس وانت جنبي يا فتحي ان انا ليا ظهر. عشان كده فتحي زي ما بقول لك، لو انت حاسس انك عايز البت دي وملهاش غيرك، اوعى تتخلى عنها. على فكره يا فتحي، انت تقدر تحمي 100 راجل وانا عارف كده كويس، بس صدقني والله عمرك ما هتحس برجولتك بجد وانك فتح الشام قد ما تحمي بنت ضعيفه محتاجه لك. انا فتح سبت ليلى يوم ما حسيت ان انا خلاص ما بقتش ادفع ظهر، يوم ما حسيت ان انا اللي محتاج لها مش هي اللي محتاجاني يا فتحي. اوعى تسيب البنت دي يا فتحي، اوعى تسيبها. ايه ده يا تربو؟ ايه الحكمه دي كلها؟ صحيح، خد الحكمه من افواه المجانين. مجانين؟ بعد بعد البق ايد اللي قدام لك دول طلعتني مجنون. عيب يا فتحي، انا تربو برضه والورده تتبل وريحتها فيها. وبعدين يا اخي، لما البت حلوة قوي وجامدة قوي وعجبك قوي، في ايه يا اخي؟ يلا انسى بقى، يلا انسى الحزن ينساك. اسمع كلامي، مش هتندم والله. تربو خش نام. مش عايز انام انا يا فتحي. خش نام يا تربو، انت نومك عبادة. ده انا قلت لك دبرني يا وزير. مش تدمرني يا وزير. يخرب بيت شيطانك يا اخي.
يا صباح النور. انا نورهان عامر، والدة الطفلة سهى شكري. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. تسمحي ممكن اقابل المديرة؟ اه اتفضلي حضرتك. ميرسي. اتفضلي. شاي؟ لا لا متشكر. فتحي انا اسفه قوي على طريقه الكلام اللي كلمك بيها حاتم المره اللي فاتت. لا خالص ما تتاسفيش، انا اللي اسف عشان تلاقيني جيت في وقت مش مناسب. انا اسفه وانت اسف، هنقضي اعتذارات بقى. اتفضل اقعد. متشكر. الا قولي لي يا كارما، هو حاتم بجد اخوكي؟ امال ايه يعني مستلفه؟ لا مش قصدي، قصدي يعني انه مش شبهك خالص، مش في الشكل طبعا لكن في الطباع. مفهوم مفهوم، بس هو غلبان على الاخر والله. ما كانش كده هو صغير، كان كويس ومحترم وهادي وملتزم في الدراسه ومتفوق كمان. بس نعمل ايه بقى، لما دخل الجامعه اتعرف على شويه عيال زي الزفت، هم اللي خربوه. ابتدى بقى يتاخر معاهم بالليل، ايه سكروه، عرفوه بقى على سكة البلا الأزرق ده اللي اسمه البرشام والكوكايين والهيروين ومعرفش ايه تاني، حاجات كتير قوي كده. طبعا احنا ما كناش نعرف اي حاجة عن الموضوع ده لحد ما جالنا جواب فصله من الجامعة. ساعتها طبعا الصدمة كانت جامدة جدا على مامتي، ست كبيرة وتعبانة، وتخيل بقى شايفة ابنها قدامها قاعد بيضيع، هتعمل ايه بس؟ هي دي حكايتها وميلها. فتحي انا اسفه، انا حاسه ان انا بايخه جدا. ليه؟ لانه كل مره بقعد معاك فيها اقعد احكي لك عن مشاكلي وقرفي والمره دي برضو قاعده بحكي لك عن مشاكل اخويا. تلاقيك انت قاعد دلوقتي بتقول لنفسك ايه البت القفيله دي؟ نعم؟ قفيله. قفيله؟ ايه قفيله دي؟ انا اول مره اسمعها. بالعكس ده انت فاتحه على الاخر. بجد؟ طب ما تيجي كده تفضفض لي وتفتح لي قلبك وتحكي لي عن حياتك وكل حاجه بتحصل معاك وتبقى استاذ فتوح. ونعمل فيلم بقى فتوح وفتيحه وتبقى زيته وزنبليطه وايه بقى. طيب بقول لك ايه؟ يلا قوم قوم. قومي يا عم. في ايه؟ قومي يلا اخش كده غير هدومي. ليه؟ يا ستي هنخرج. الله، نخرج فين يا ستي؟ في اي حته نقعد فيها على رواقه كده ونتعشى. اتصحت. ايوه يلا بس بسرعه. يلا ماشي يا عم. في ايه؟ ميرسي. مجموعة عامر الديب، مع سعادتك مين معايا؟ رانيا. صباح الخير، أنا نورهان. صباح النور مدام نورهان، ازاي حضرتك؟ أموري؟ أكلم بابا من فضلك؟ حاضر، ثانية واحدة. عامر بيه مدام نورهان مع حضرتك. أوكي ثانية واحدة. مدام نورهان الباشا معاكي. أنا أخدت أسبوعين أجازة لسهى من المدرسة. هايل. أنا أخلي رانيا تحجز التذاكر وتحجز لك سويت في أحسن أوتيل هناك. حضرتك شايف إن ده ضروري؟ آه طبعًا. أنا شايف إنه مهم جدًا إنك تبعدي عن القاهرة الأيام دي لغاية لما أخلص من موضوع شكري ده. أيوه. بس هقول إيه بس لطارق؟ ما تقولولوش حاجة خالص. مش وقته طارق ده. وانا اول ما رانيا تحجز التذاكر وتحجز الاوتيل
هجيبهم لك واجي بالليل. خلاص امرك يا بابا. باي باي. دايما تقولي كده انا من بيئه متوسطه، يعني كنت انا وابويا وامي واخويا الصغير اكرم، كان ابويا موظف على قد حاله ويدوب كان مرتبه بيقضينا، وللاسف مات وانا في الثانويه العامه، وطبعا زي اي موظف في الدنيا ما كانش معاشه كبير، وامي صممت وراسها قال في سيف ان انا اكمل تعليمي، وقعدت تعمل جمعيات وتستلف من هنا ومن هنا لغايه ما خلصت معهد فن صناعي، وبعد كده رحت اشتغلت في فرشة عربيات، وهناك قابلت ميرتر. يا استاذ ماهر منور الدنيا. اخبارك يا فتحي؟ الحمد لله. بقول لك يا حبيبي، قوم انا عايزك تبص على العربيه تغير لها الزيت والفلتر وتروقها، عايز صيانه كامله ليها. حاضر. عيني بالليل ان شاء الله في حد جاي يبص عليها، عايز امشيها بقى يا اخي. يلا تروح في السلامه ويرزقك بالاحسن منها. حبيبي يا فتحي انا هخش اسلم على الرئيس. اه بتفضل. ماشي. بقول لك يا استاذ ماهر، انا بوصل الرئيس عليك. بس كده انت تؤمر. الله يخليك يا طلبة. طلبة تعالى تشوف عربية ماهر. ومين ماهر تربو ده؟ تربو ده عز ابن اخويا، كان في الاول شغال مدير مبيعات في شركة عربيات، وكان بيحب العربيات قوي لدرجة إن كان بيخش سباقات العربيات، ويمكن كان أشهر سباق دخله بتاع رالي 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 القاهرة تقريبا، واتشهر قوي لدرجة إن الأوساط الفنية والرياضية كلها كانت بتتكلم عليه. بس للأسف بقى تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن زي ما بيقول، حصلت له حادثة كبيرة واتصف رجله واعتزل بعدها واختفى، والحمد لله والأمور ساعتها ابتدت تتحسن معايا، وأنا كنت في حالي وراضي. يلا اصحى خلص انت هتبص. قاعد وين؟ فتح. ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ كلك كبير. عامل ايه؟ تيجي تشرب حاجة؟ لا لا انا هروح رايح الجت لحسن تعبان طول النهار. ماشي يا حبيبي. السلام عليكم يا رجالة. ألف سلامة. حياتي كلها كانت امي واخويا، اخويا اكرم اللي كان نفسي يكمل تعليمه وياخد تعليم عالي ويبقى احسن مني، وكل همي انها كانت تعدي مستوره. شكلك كنت شاطر قوي في شغلك، محبوب من كل الناس مش كده؟ عارفه يا كارما، طول ما انت واقفه على رجلك ومش محتاجه حد، كل الناس بتبقى حواليك وبتحبك. أول ما تقعي أو تحتاج لحد تكتشف إنك لوحدك وبطولك. هو ده اللي أنا اتعلمته من الدنيا، وهو ده اللي حصل معايا. الله ينور عليك يا فتحي. وعليك يا ماهر باشا. بص بقى من جوه على الصدر، بص هتلاقي السربنتينة بتاعة التكييف والمروحة بقت 10 على 10. يا ابن اللذينة رجعتها في أمريكا. عم فتحي. عم فتحي. ايه محمولك عمال يرن؟ عم فتحي استاذنك بس ارد يا ماهر باشا. الو. ايوه اكرم. ايه؟ طيب 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 انا جاي حالا.
يا منير يا عم فتحي هات لي الشكل بسرعه. حاضر يا عم فتحي. يا فتحي في ايه؟ ابدا، امي وقعت ونقلوها المستشفى. استر يا رب. هات يا منير. حاضر يا عم فتحي. طب يلا فتح عشان اوصلك. لا الله يبارك لك، انا هتصرف من بره باي حاجه. يا عم انت بتهرج، احنا اخوات. الله يبارك لك يا استاذ مهدي. نقلناها مستشفى حكومة وكانت صدمة بالنسبة لي، منتهى الإيمان اللي في الدنيا. ما كانش في نظام وزحمة، الناس هناك ملهاش تمن، حياة البني آدمين رخيصة أوي. حسيت إن أمي بتضيع بين إيديا ومش عارف أعمل لها حاجة. خدناها وقعدنا نلف لغاية ما وديناها مستشفى خاصة. طبعا ما رضوش يدخلوها لما ياخدوا فلوس تحت الحساب. ما كانش معايا ساعتها المبلغ اللي هم طالبينه، بس ماهر بقى الله يكرمه كمل على الفلوس اللي معايا ودخلناها المستشفى. هناك عملوا لها كل الفحوصات والتحاليل اللازمه مع كل التمن. كيف يعني ايه ما ينفعش؟ بقول لك امي بتموت ولازم تعمل عمليه دلوقتي حالا. المبلغ اللي انت طالبه كبير يا فتحي وما ينفعش ندهولك سلفا. يعني ايه؟ اسيبها تموت؟ والله دي مشكلتك مش مشكلتنا. وبعدين يا اخي انقلها مستشفى حكومي، مش لازم الفشخاره وفتحه الصدر اللي انت عايش فيها دي. انت بتقول ايه؟ فتحي انت بتقول ايه؟ انا فتحي يا ولاد الجن. دخلين في مزاد كل ما ننهي
والعفا على مين يرسى يعيشين ما احناش لاقين جوكر وعيشين.